عشان تبقى شاربة من كل حاجة. خلونا اوصل لكم انا عايز اقول ايه. الطعم حلو وشطارة شيف ان انا مش عارف اجيب الخلطة فيها ايه، علشان كده وقفت كده بوز دقايق احاول افهم هو حاطط فيها ايه. وللعلم يعني شيفات المحترفين يقول لك دايما لما تعمل الخلطة ويعجبك الطعم من غير ما تعرف ايه البيز ايه الاساس بتاعها دي شطاره، معناه ان هو الخلطه بتاعته ما فيهاش حاجه بارزه زياده عن اللزوم. نعمه فعلا مش عارف اجيب اي طعم فيها، ولا حتى الخل البلسمك مش باين. برافو. اما بقى عن عصير الدوم فحدث ولا حرج. تعالى نروح للفقره الرئيسيه، وقبل ما تروح للفقره الرئيسيه هعمل انا كده حاجه اكيليه بحته، وهو ان انا اخد كبدايه مع البطاطس، نقوم واخدين حته كبده مع حته بطاطس، ونشوفكم في الفقره الثانيه.